في سباق إلى المحل الثاني في مرحلته الثانية، عندما سيكون اللقاء بمنافسات الثنايا والحيل والزمول. عموما شوط الوداع إذن يشارف على استعداداته النهائية، وكذلك الزميل حمد بن محمد الزعبي يستعد بدوره لمتابعة معكم انطلاقة شوط الختام. حفلنا كريم، شكرا للزميل سعد بن بتل العتيبي، كما اشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعه، متمني لكم استماع طيب وكذلك اثاره جميله تشاهدونها باذن الله. ها هذه الاشواط المتتاليه، وها نحن مشاهدين الافاضل، مسيرتنا تسير وشوط الختام ينطلق بعون من الله ورعايته، ومتمنين باذنه تعالى التوفيق لهذه الشعارات ولملاكها، ولكم كذلك أحلى وأطيب المتابعة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. شوط الختام لمرحلتنا الأولى يتم وينطلق بعون من الله، سائلين لنا التوفيق بإذن الله قراءة لهذا الشوط. بداية بمن تقود المسيرة وتحتل المركز الأول، اللي تقود المسيرة حفلنا الكريم في هذه اللحظات، اللي تحتل المركز الأول مشاهدينا الأفاضل، اللي تصن الشاهينية لزيد بن محسن بن ديلة، هي من تقود المسيرة وتحتل المركز الأول الدور عند المركز الثاني. اللي تحتل المركز الثاني وصلت الهفوف لعلي بن فراج المري، هي من تحتل المركز الثاني يوم المركز الثالث، فوصلت لهفة والهفوف، الهفوف لهفة، يا الله من هذه الأسماء في شوط الختام، يا الله لهفة تعود ملكيتها لفيصل بن طالب بن شريم المري يوم المركز الرابع، فتصن زريعة لمحمد بن خالد العطية، هي من تحتل المركز الرابع، وهنا في المركز الخامس تصن غروب في المركز الخامس لخالد بن شقة السوداني، يا الله عليك السوداني، مشاركنا بقوة في هذا المهرجان وفي هذا المحلي الأول وفي مرحلته الأولى، يشاركنا بن شقة السوداني بأشواط وبأشواط عديدة. إذا نتمنى لك التوفيق، أمنيتي لك التوفيق يا السوداني في هذا الموسم. نعود مباشرة إلى المسيرة بعد إتمام ندانا الأول على مسامعكم وعلى حضراتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود هنا إلى شعار مضمر الغرن فيصل بن طالب بن شريم مع لهفة تقود المسيرة، لهفة تحتل المركز الأول، لهفة تعود ملكيتها لفيصل بن طالب بن شريم المري يوم المركز الثاني، فوصلت في المركز الثاني اللي تصن الشاهينية لزيد بن محسن بن ديله المري، هي من تحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فوصلت الهفوف، الهفوف 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 ولهفة، لهفة والهفوف، الهفوف تحت المركز الثاني لعلي بن فراج المري. أما المركز الثالث، المركز الثالث تتراجع فيه الهفوف لعلي بن فراج المري يوم المركز الرابع، فتصن زريعة لمحمد بن خالد العطية يوم المركز الخامس، تصن في المركز الخامس بكرة السوداني، تصن في غروب لخالد بن شقة السوداني، هي من تحتل خامس المراكز. إذا نعود مباشرة، مسيرتنا تسير وجمهورنا حاضر ويسير مع هذه الكوكبة ومع هذه الجموع الذي تشاهدونها على شاشة التلفزيون. ياهو شوط يا أخوان، ياهو شوط، المراكز تتغير من مركز إلى مركز، ولكن خلونا مع لهفة، لهفة 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 هي من تقود المسيرة، لهفة تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لفيصل بن طالب بن شريم، هي من تقود المسيرة لهفة. أما المركز الثاني فتصن في ثاني المراكز
شواهين لفيصل بن طالب بن شريم كذلك يحصل على المركز الأول والثاني. شعار مضمر الغرن فيصل بن طالب بن شريم لهفة تقود المسيرة. وهنا في المركز الثاني شواهين المملوكة كلها لفيصل بن طالب بن شريم، هو من يمتلك، من تحتل المركز الأول ومن تحتل المركز الثاني. وهنا في المركز الثالث يصن السوداني غروب، غروب الله يسعد مساك يا راعي غروب، غروب لخالد بن شقة السوداني، يريد أن يشقي الجميع، يريد أن يشقي كذلك المشاركين، ولكن يبدو لي سيشقونك يا السوداني. يا الله، هنا في المركز الرابع اللي تصنى في المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل المتحدة لحمد بن راشد بن رايه المري، هي من تحتل المركز الرابع، نقلتنا والدور عند المركز الخامس، وصلت مرعوبة لعبد الهادي بن حبيش النابت، هي من تحتل المركز الخامس. نعود مباشرة إلى مسيرتنا مشاهدينا الكرام بقيادة لهفة، لهفة تقود المسيرة، لهفة تحتل المركز الأول، لهفة تحتل مسيرة هذا الشوط. فيصل بن طالب بن شريم هو مالك لهفة، وهو مضمر لهفة، وهو من يتابع لهفة شخصيا. ننتقل بكم إلى المركز الثاني، يصن السوداني بقوة، يصن غروب، تصن غروب لمالكها خالد بن شقة السوداني. يا السلام يا السلام، أتمنى لك التوفيق. هنا في المركز الثالث تصن شواهين لفيصل بن طالب بن شريم المري. أما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام يصن اسم جديد في هذه اللحظة جبارة لمقبل بن عايض القرشي، هي من تحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فتصن مرعوبة لعبد الهادي بن حبيش النابت. يا سلام يا سلام يا جمهورنا الحاضر، يا مشاهدينا الكرام، يا مستمعينا الأفاضل، أين سيتجه ناموس شوط الختام؟ شوط ختام المرحلة الأولى من عمر أيام هذا المهرجان المحلي الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هنا الأمور تتغير مع شواهين تنطلق بسرعة الشاهين في هذه اللحظات وتقود المسيرة لفيصل بن طالب بن شريم، وهنا الأمور تتغير. يا سلام، قروب قروب وشقيقنا السوداني يغير الأمور ويقود المسيرة. خالد بن شقة السوداني يقود مسيرة هذا الشوط. روح يا السوداني، روح، الله يستر عليك، روح روح. أيوه يا سلام يا سلام، الله يستر عليك السوداني. ما عاد هناك مسافة، ولكن الأمور هنا، الأمور تتغير مشاهدينا الكرام. جبارة تعود ملكيتها لمقبل بن عايض القرشي، ولكن السوداني ما طاع، ما طاع راعي غروب، ما طاع أبد، ما طاع راعي غروب. خالد بن شقة السوداني، روح يا خالد روح. هنا يا سلام يا سلام، فطاحلة التضمير هنا معك يا أخونا يا شقيقنا يا السوداني. والله الناموس ما في حيلة، 500 متر تفصلنا عن خط النهاية. شواهين تغير مجريات هذا الشوط وتحتل المركز الأول لفيصل بن طالب بن شريم. خلونا نذيع، خلونا نذيع اللي تحتل المركز الثاني الدوحة، صالح بن حمد القمرة. الساحة الساحة لصالح بن حمد القمرة، معايا السلام مع حمد بن محمد بن جهويل. إذن حفلنا الكريم شواهين ولا مساحة؟ مساحة ولا شواهين؟ الساحة ولا شواهين؟ الساحة ولا شواهين؟ شواهين ولا الساحة؟ ولكن شواهين، شواهين في اللحظات الأخيرة، والساحة كذلك تحاول، تحاول رغم المحاولة الشديدة، ولكن شواهين، شواهين مشاهدين الكرام تزف التهنئة لمالكها فيصل بن طالب بن شريم. المركز الثاني وصلت فيه الساحة لصالح بن حمد القمرة. أما المركز الثالث فتصنى جبارة مشاهدين الكرام لمقبل بن عايض القرشي. أما المركز الرابع وصلت قروب لخالد بن شقة السوداني، ما قصرت يا أخوي ما قصرت. المركز الخامس المتحدة لحمد بن راشد بن راية. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، شهدنا إثارة جميلة وشوط كذلك أجمل في شوط الختام. ها هي شواهين ولحظات وصولها إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في 8 دقائق وبدون ثانية واثنين واثنى عشر جزءا من الثانية. تهنئتنا بدورنا نزفها لفيصل بن طالب بن شريم على هذا الفوز المستحق في شوط الختام. أما المركز الثاني
الساحة تصلنا مشاهدين الكرام في المركز الثاني، قطعت المسافة في 8 دقائق وجزء واحد من الثانية وسبع أجزاء من الثانية. حفلنا الكريم، ثانية وسبع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للساحة المملوكة لصالح بن حمد القمرة. تهانينا مشاهدين الكرام نزفها له شخصيا ولمضمرها حمد بن محمد بن جهويل. أما المركز الثالث فوصلت فيه جبارة، قطعت المسافة في 8 دقائق وست ثواني وخمس أجزاء من الثانية. التهنئة بدورنا نزفها لمقبل بن عايض القرشي على هذا الفوز. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل.